الاب العزيز هشام الغزواني. مرحبا بك سي هشام. عسلامة. عسلامة. مرومة. دونك انت اللي وراء الجو هذا الكل. والله مش وراء، هي مرام صوتها مصلي على النبي عليها وكل والحمد لله يا ربي اللي هي تقرا من عشر كاتريماني خاطيكم ولا تقرا كاتريماني تعمل كونسيرفاتوار وتعمل فيولون. عملتي زاده فما تشجيع من عندك؟ اكيد من عائلة. اكيد هذا يدخل في اطار اكتشاف المواهب، خاطر انا بيدي منشط متخرج من المعهد الاعلى لاطار الطفوله كرتاج درمش، استاذ شباب وطفوله، وفرد وقت جو سوي ماجيسيان بروفيسيونيل محترف في العاب الخفه، ومارست برشا في المسرح، وكانت لي تجارب يعطيك الصحه في عالم الطفل والتنشيط التربوي الاجتماعي وكل. اذا كان انا ما نكتشفش بنتي الموهبه معناها شكون باش يكتشفها؟ هذاك علاش نحاول ديما نشجعها وكل. مرام كان عندها اربع اغنيات في المشروع الاول اللي هي الكوميديا الموسيقيه الليغريا، اخراج حافظ خليفه، نص هشام غزواني، وفيها 11 اغنيه كلمات والحان سامي دربز، وتوزيع رامي مكور. في المشروع الثاني اللي ان شاء الله يبدا في عطله فيفر يدور في الجمهوريه التونسيه الكل، اللي هو هشام شو وعم قدور. وعم قدور. عم قدور. اللي هي الغنية اللي باش نسمعوها توا. اللي هي الغنية اللي باش نسمعوها توا، عم قدور حكاية كبيرة، عم قدور. حكاية كبيرة. والله العظيم حكاية كبيرة. نشكركم على الاستضافة هذه. يعطيك الصحة أنت. ونشجع أصدقائي الأطفال باش يزورونا في الشان يوتيوب نتاعنا هشام شو تي في، يلقاو الأغاني هذوما الكل في الشان يوتيوب نتاعنا. ميرسي. وتوا نتعدي ونسمعوا عم قدور. يلا دي جي. والثور يحلب مع زيته بالدور هكا تحلال والامور، في صباح يقوم عم قدور يرعى بالبقرة والثور يحلب مع زيته بالدور هكا تحلال والامور. وزاو دجاج وارنوب وحصان وديما محبوب ياكل عناب وزعرور، في الضيعة عنده سنجوب وزاو دجاج وارنوب وحصان وديما محبوب ياكل عناب وزعرور. مش وليمون نوار معلب وقرعون والما في الناع ورايدون، في أرض وزارع زيتون فوق ومشماش وليمون نوار معلب وقرعون والما في الناع ورايدون. عم قدور يدور يدور بيع الصعب شري تركتور، عم قدور يدور يدور بيع الصعب شري تركتور، عم قدور يدور يدور بيع الصعب شري تركتور، عم قدور يدور يدور بيع الصعب شري تركتور. يزرع قمح يزرع فول حكا حال العام يدور، يزرع قمح يزرع فول حكا حال العام يدور. ميرسي 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 عم قدور. باي باي عم قدور. باي باي عم قدور. ميرسي. عجبتكم يا تيموات الغنية؟